نذهب إلى سيدني، ينضم إلي من هناك بيتر ماجواير الرئيس التنفيذي لشركة إكس إم. صباح الخير بيتر، وأهلا وسهلا فيك مجددا. سمعت يمكن الذي تحدث به محمد، يقول بأن الارتفاعات بالدولار تأتي نتيجة تحوط من قبل المتعاملين اللي ما زالت الصورة غير واضحة بالنسبة لهم حول اتجاه العوائد. الآن في كتير كلام عن أنه فعليا ممكن أنه توقف البنك المركزي أو الفيدرالي بالأحرى عن رفع الفوائد نتيجة الأرقام بالسي بي آي والبي بي آي اللي شفناها في الشهرين الماضيين. لكن شهرين هل بيعملوا ترند؟ نرجع نسأل دائما نفس السؤال، طبيعة الإنسان التفاؤل، هل هون أنت شايف أي مجال للتفاؤل فائض، أم هل بالفعل في قناعة لديك بأنه فعليا نحن سنرى تحول بسياسة الفيدرالي قريب؟ صباح الخير من سيدني. هناك أمران، أولا مؤشر الدولار عند مستوى 103 أو 102.85، وهناك بيانات ستصدر هذا الأسبوع وتحديدا مبيعات التجزئة وأرقام الناتج الصناعي الأمريكي، وأريد أن أراقب كيف ستؤثر هذه الأرقام على المعنويات. وهناك محاضر اجتماع الفيدرالي التي ستصدر وهي أساسية لتحديد مسار الدولار على المدين القصير والمتوسط خلال هذا الشهر، وبالتالي يجب أن ننتظر تراجع هذا الرقم. نعرف بأنه الفيدرالي قال بأنه الاعتماد هو على البيانات، سيراقب البيانات وهو هي التي ستدفعه أو توجهه لاتخاذ القرارات. لكن مش مستغرب يمكن بيتر انه نشوف البيانات هذه، بيانات التضخم والتضخم الاساسي الكور، عم تظهر بعض التحسن بالاشهر الاخيره، بالنظر لانه يعني مكونات هذا التضخم الاساسي انخفضت اسعارها في ذلك الوقت. لكن ماذا لو نظرنا شوي الى الامام مع الارتفاع الذي يتجدد الان، ان كان باسعار النفط او كان حتى باسعار الغذاء كما شهدنا في الاسبوع الاخير؟ نحن ندرك الحركة الكبيرة التي حصلت في أسعار النفط، وهو أغلى اليوم مما كان عليه قبل 3 أو 4 أسابيع. وإذا لم ترفع الفائدة في سبتمبر، وبالنسبة لكثير من المتداولين هذا الأمر غير محسوم، وهذا يعني 130 نقطة أساس من الخفض في 2024 كما هو متوقع في السوق، وبالتالي جميع المتداولين يراقبون هذه العناصر. أنا أراقب أسعار الغذاء ومبيعات التجزئة وأسعار الطاقة وكيف ستتحرك في الفترة المقبلة خلال فصل الصيف وتحديدا في سبتمبر وأكتوبر لتتضح الصورة بمقدار أكبر بخصوص سياسة الفيدرالي. بيل جروس قال بأنه يرى بأن أسعار السندات وأسواق الأسهم كلها في زيادات بالتقييم، يتوقع هو بأنه يجب أن يكون العائد أو يضع العائد العادل على العشر سنوات، سندات العشر سنوات عند 4.5%، ليس حاله على 4.16%. وبالتالي نتيجة ذلك يقول بأنه في زيادة أو فائض بالتفاؤل في هذه السوق. ما رأيك؟ بيل جروس هو ملك السندات وأنا أتابعه منذ عقود، وهو شخص ذكي جدا، ويجب أن نأخذ بالحسبان ما يقوله بخصوص أسعار السندات وتحديدا سند العشر سنوات، وربما هناك سعر رخيص وقد نرى ارتفاع. بالنسبة لتأثير ذلك على الأسهم، الأسهم قدمت أداء رائعا خلال أول 7.5 أشهر الشهر من السنة. هل سيستمر هذا الزخم أم لا؟ هذا الأمر سيختلف من شهر إلى آخر. هناك سياسة فيدرالي وما يحصل للتضخم، وثالثا أين ستكون العوائد أيضا؟ بالضبط. خلينا نحكي شوي على الصين أيضا، التي بحسب البيانات التي رأيناها الأسبوع الماضي أيضا تكافح الآن الصين الانكماش، وهذا هذه واحدة من المضاعفات الأخرى التي بالفعل تواجه الاقتصادات العالمية وليس فقط الاقتصاد الصيني. لكن بالنسبة للشركات الصينية هذا لابد، هذا الانكماش يضعف اليوان في عدد من الشركات تحديدا تلك المدرجة في الـ MSCI China Index،
سوف يعني تجد نفسها تحت ضغط بالوقت الحاضر، تتعامل بالعملة الصينية لكن لديها أسهم مدرجة تتداول بالدولار، كيف بتشوف ممكن يكون تأثير هالمضاعفات على هذه الشركات؟ هناك أمران، أولا الاستهلاك ومن خارج الصين، أي من يشتري السلع الصينية في العالم، الشهية للاستهلاك من هذه الدول الخارجية ومن يشترون السلع الصينية، هم باتت أموالهم أقل بسبب التضخم، وبالتالي لن تكون لديهم دولارات لشراء سلع جديدة. هذا هو الجزء الأول، وبالتالي سيكون هناك اعتماد على الاستهلاك المحلي في الصين، ونتوقع أن يكون هناك تحفيز من الحكومة لجعل الصين أكثر قوة في سياستها الداخلية من أجل إرضاء الناس على المستوى المحلي. هذا ما ننتظره. بيتر ماغواير، شكرا جزيلا لحضورك معي هذا الصباح.